السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. كيف الحال؟ اليوم جايكم شرح حلو كتير وان شاء الله يعجبكم. واول شيء قبل ما هاي راح تفوتوا على اليوتيوب واشتركوا لي في قناتي افخم الحالات، وراح تعجبكم وفيها كل الحالات الحلوة ان شاء الله يعجبنكم. وراح نبدأ بالشرح مشان ما يطول الفيديو. أولا اليوم شرحنا عن برنامج أنتوا بكو تنسخوا شيء وما تقدروا تنسخوه، وكيف راح تنسخوه، وما بيحط طريقة عندك بدك تنسخها ضروري أو شيء. اليوم أنا جايب لكم برنامج حلو للقاية وهو نسخ الشمل. هذا هو نسخ الشمل، هذا راح افعل لكم اياه قدامكم وان شاء الله يعجبكم. واللي ما يقدر ينسخ من اليوتيوب، من الفيسبوك، من الانستغرام، من اي شيء برنامج بدك تنسخ منه، من الهاتف، يعني من اي مكان بدك اياه بدك تنسخ. وانت كيف راح تنسخ وما تقدر تنسخ البرنامج مو عندك او شيء مو عندك، وانت ضروري. اليوم انا نزلت الطريقة هاي، بي شباب يعرفوها وبي شباب وبنات ما بتعرفوها. اليوم هذا البرنامج للي ما يعرفوا وتابعنا شرح، بس راح اعيد ضبطه وتأفتحه قدامكم وتشوفون كيف راح ينسخ هذا البرنامج وكيف يشتغل هذا البرنامج. يا الله، بسم الله. اي شباب، رجعنا لكم ونبلش بالبرنامج، نفتحه وانتو شاهدوا كيف راح يفتح هذا البرنامج وكيف راح تنسخوا فيه. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. راح اول ما نكبس على البرنامج دقيقة. يا شباب، راح نكبس على البرنامج، نفوت عليه، راح ينطينا هيسي اول ما راح تفتحوه. هذا ان كل الاعدادات مهن شقالات، وكيف راح نشغله. راح اول مرة راح نكبس على نسخ الشمل، هاي مثل ما انتو شايفين هنا. راح نكبس على هاي، راح نكبسها، راح تطلع لنا الواجهة هاي ويقول لك انتبه وبسرعة سوي هيش. انا اليوم راح اسوي لك اياه بسرعة يفتح، وان شاء الله تعجبكم الشرح. اول ما راح نكبس فتح الاعدادات هنا، راح تطلع لنا الواجهة هاي. راح ندور نسخ الشمل، هاي نسخ الشمل يا شباب. راح تكبسوا لفوق للآخر شي، راح تطلع عندكم هاي هي نسخ الشمل. راح تكبس عليها كبسة واحدة وراح تفعلها من هنا، زاد كبسة واحدة راح ينطيك القاء موافق هل تريد النسخ الشمل. الآن موافق، راح انت تكبس، راح تكبس تفعيل هنا مثل ما انتو شايفين. راح نكبس تفعيل ونروح نرجع على البرنامج وان شاء الله يعجبكم. هذا البرنامج اشتغل مثل ما انتو شايفين. في ثاني شغلة بالبرنامج من تشوفوه اشتغل راح يطلع لكم هاي نسخ الشمل هنا، لانه هاي اهم شي. مثل الحظ انا طفيه مثل ما انتو شايفين ما ضل شي، راح اشغله راح تطلع. ايه شباب، بدي انسخ من اليوتيوب، بدي انسخ انا من اليوتيوب اي شيء. مثل ما انتم شايفين هاي بديش اكبس عليها. كيف ما تكبس؟ بدي انسخ هاي، ما تنسخ. اذا انسخ هاي مثل ما انتم شايفين رصيت عليها ما تكبس. انا راح انزل هاي وراح رايح اكبس على هاي. مثل ما انتم شايفين كبست على هاي، راح تطلع لي واجهة زرقاء وراح اي بدي اكبس على هاي. مثل ما انتم شايفين راح اكبس على هاي،
مثل ما انتم شايفين راح اكبس على هاي هاي اشتراك اي شيء، ما بشي وما ينتصر على هاي 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 هاي، ما بشي وما ينسخه حتى المقطع، حط هاي حط هاي حط هاي، شو بدكو تنسخوا بينسخ. بعد ما نسوين الطريقة هيك راح اكبس انا على هاي، ومثل ما انتم شايفين انكتب انه تم النسخ واللصق والحمد لله. هذا من فضل الله انطاني هذا البرنامج انزل لكم اياه اليوم، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا، المشترك فيها يشترك، لانه الايام جاية راح يصير احسن من الايام الراحت، لانه في عندي برامج صارت كثيرة وبدها شرح، وفي برامج خطيرة راح اشرح عنها، وان شاء الله راح تشوفون للايام القادمة. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي هل تريد التعلم، ولا تنسوا الاشتراك كمان في الاشتراك في افخم الحالات، ولانها كبيرة. الله، السلام عليكم.